النظام الصادر عن بنك الجزائر في العدد 73 من الجريدة الرسمية حدد شكل القطع النقدية المعدنية والتي ستحمل صورتي الأمير عبد القادر ويوغرطا. اختيار حسب مؤرخين جاء من أجل حل مشكل الهوية الموجود بين الجزائريين أنفسهم وحفاظا على متانة الدولة الجزائرية. تحل مشكلة كبيرة جدا هي مطروحة اليوم، هي مشكلة الهوية، هذا الصراع الموجود بين البعد الأمازيغي والبعد الآخر وغيره. الدولة الجزائرية يعني منذ القديم حاولت أن تحل هذا الإشكال نهائيا. جمع الشخصيتين التاريخيتين في العملة النقدية له أهداف كثيرة تتمثل في إعادة الجزائريين إلى عمقهم التاريخي، كون الدولة الجزائرية تأسست بتاريخها المتمثل في مقاومة الاستعمار الفرنسي الذي تصدى له كثيرون بينهم البطلين يوغرطا والأمير عبد القادر. جمع هاتين الشخصيتين في عملات نقدية هي عندها أهداف كبيرة جدا. أولا يعيد الجزائري إلى عمقه التاريخي، معناها مقاومة الاستعمارين، لأن الاستعمار الفرنسي والاستعمار الروماني هم نفس الشيء. نعرف جيدا أن الدولة الجزائرية اليوم تأسست أسسها التاريخية هي مقاومة وثورة ضد الاستعمار الفرنسي. الأمير عبد القادر ويوغرطا شخصيتان لا يختلف اثنان على عظمتهما وتشكيلهما.